في اطار يعني تكفل انشغالات فئه الشباب خاصه يعني الممارسين لرياضه كره القدم مع عبر مختلف احياء بلديه الولايه، اليوم تحضروا معنا يعني اشراف السيد والي الولايه على وضع حجر الاساس للتكفل بانجاز 8 ملاعب جواريه عبر مختلف بلديه الولايه، وهذه تضاف يعني الحاضره الانجازات في هذا الشان المقدره يعني بحوالي 100 ملعب رياضي جواري. كما تعلمون ان الولايه في اطار البرنامج التكميلي للاختصاصيه دراسه الجمهوريه استفادت من عمليه اخرى بانجاز كذلك 30 ملعب رياضي جواري عبر مختلف بلديات الولايه. هذا الشيء راح يمكننا يعني من القضاء يعني على كل الاحتياجات تاع الولايه في هذا المجال. ان شاء الله سيتم التكفل بها ان شاء الله في الثلاثي الاول من سنه 2022.